وبالعودة إلى الحديث عن الشأن الفلسطيني وعن مسيرات العودة، ينضم إلينا من قطاع غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قديح. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. 11 جمعة لم يهدأ خلالها الشعب الفلسطيني، لو تطلعنا وأنت في قلب الحدث عما خطط أو خطط لهذه الجمعة. نعم عمر، بعد تحية لك وللسادة المشاهدين. فعليا الحالة الميدانية ملتهبة على حدود قطاع غزة، حيث عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين برصاص الاحتلال وبقناة الاستاذ كان آخرهم الزميل الصحفي إسماعيل أبو عمر مراسل إذاعة الأقصى المحلية في قطاع غزة، أصيب بالجراح في ظهره جراء إصابته بقنبلة غاز. كذلك عشرات المصابين في صفوف المواطنين تم نقلهم إلى مستشفيات ميدانية وكذلك إلى مستشفيات وزارة الصحة المنتشرة في قطاع غزة. عدد كبير من الإصابات بالرصاص الحي. على أي حال، هذه الجمعة التي أطلق عليها المتظاهرين جمعة اليوم القدس العالمي وفي ذكرى نكسة فلسطين، حيث الأعداد الجماهيرية الكبيرة شاركت في هذه المسيرات التي انطلقت من بعد ظهور هذا اليوم من مساجد القطاع ومن الأماكن العامة باتجاه خيام العودة باتجاه الحدود. أشعل الشبان الإطارات وكذلك ما يعرف بالكاوتشوك، وقام عدد من الشبان بإسقاط طائرة كانت تلقي قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين في شرق مدينة غزة. نعم، كيف تفسر لنا إطلاق اسم مليونية القدس على هذه الجمعة؟ بالتأكيد الجمعة الأخيرة من كل رمضان يحيي في كل عام سكان مدينة القدس من خلال الصلاة بالمسجد الأقصى وعبور ناس المصلين من الضفة الغربية. الممنوع من زيارة القدس هذا قطاع غزة، ورغم ذلك يحيي سكان القطاع هذه المرة بطريقتهم المختلفة يوم العالمي التي يعتبروا بأن الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى والقرارات الأمريكية هي قرارات باطلة. خرج الجماهير اليوم ليعبروا عن تضامنهم الكبير مع المدينة المقدسة ورفض الاعتداءات والقرارات والتفرد الإسرائيلي والأمريكي باتجاه هذه المدينة. على أي حال، حجز اليوم يقول لكل المتآمرين على مدينة القدس، كذا يقول المتظاهرين، بأنهم في المسير مستمرين وأنهم لن يتركوا القدس لوحده في هذه المعركة، معركة الحق واستحقاق الحق للشعب الفلسطيني. نعم، يعني أحمد، هل الأعداد كالجمعة السابقة؟ نعم عمر، الأعداد مستمر في التزايد في كل جمعة، حيث لا يهدأ السكان والمواطنين والمتظاهرين من المشاركة في هذه المسيرات الحاشدة، تخف وتيرتها في الأيام العادية. رغم ذلك يوم الجمعة ورغم اشتداد الحر في قطاع غزة ورغم رمضان وأجواء شهر رمضان، إلا أن المتوافدين باتجاه المناطق الحدودية يسجلون نسب متفاوتة ومرتفعة في كل جمعة. نعم، أحمد قديح الصحفي الفلسطيني كان معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.